الوفيد الجديد إلى القلعة الحمراء والصفقة التي فاجأ به سيدون جماهير الفريق كريم سيقال، بدايته ومسيرته الاحترافية الأولى وأين تعود أصوله، كل هذا ستعرفونه في هذا التقرير. تعود أصول كريم سيقال إلى مدينة آصيل أقصى شمال المغرب، لكن ولادته والمحيط التي ترعرع فيه الديار البلجيكية بالتحديد أحد أحياء العاصمة بروكسل. بدأ كريم متعبة كرة القدم مع نادي صغير اسمه فليفور قرابة منزله، ليمر بعد ذلك في تجارب كثيرة مع أندية سترومبيك بروسيل إف سي بروج. أما بداية مسيرتي الاحترافية كانت مع زوت ورخيم وأخيرا نادي في سيهندوفن الذي لعب له حوالي 65 مباراة. كريم البالغ من العمر 24 ربيعا والتي يشغل مركز الدفاع، كانت له تجربة فريدة من نوعها حيث شارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم لأقل من 17 سنة والتي نظمت أحداثها في الإمارات العربية المتحدة، ووصل فيه كريم مع المنتخب إلى الدور الثمانية. يتميز كريم بتعدد الأدوار حيث يمكن أن يلعب كمدافع أيسر ووسط الميدان، يسترجع الكرات ويربط بين خطي الدفاع والهجوم مع قوة في رجل اليسرى. هذا الشاب اليافع رغم سنه الصغير فقد جاور 11 فريقا، الشيء الذي يجعل من انسجامه مع كافة البيئات أمرا سهلا، في انتظار أن يجيب في أرضية الميدان.